حياكم الله مشاهدينا الأكرم. تصاعدت وتيرة العنف ضد المرأة عالميا وفي العراق على وجه الخصوص، وتعتبر أحد أكبر التحديات التي ما زال العراق يعاني في إيجاد حلول لهذه الحالة أو التقليل من نسب حدوثها. إذن مشاهدينا الأكرم، بحلقتنا لهذا اليوم من برنامج ليش لا سنناقش هذا الموضوع المهم وما هي أسباب هذه الظاهرة، وبالتالي راح نتعرف على تفاصيل كثيرة. لكن قبل الخوض بهذه التفاصيل تعالوا نشوف التقرير وراجع لكم. العنف هو أحد الظواهر الاجتماعية المنتشرة في أماكن متنوعة من العالم، وبالأخص العنف ضد المرأة، وهو انتهاك واضح وصريح لحقوق الإنسان، إذ يمنعها من التمتع بحقوقها الكاملة ويؤثر على المرأة بكافة أمورها، وتستمر آثارها في التطور مع تطور العمر، ويمكن أن يوصل التأثير على الصحة العامة للمرأة الجسدية أو النفسية على حد سواء. وللعنف عواقب خطيرة ما تقتصر على المرأة فقط، بل إنها تمتد إلى المجتمع بأكمله لما يترتب عليها من آثار اجتماعية واقتصادية خطيرة، إذ يعتبر العنف ضد المرأة هو أحد أشكال الجرائم والسلوك العنيف الضار الممارس ضد الفتيات بمختلف أعمارهم، وأساسه هو التعصب لجنس معين على حساب الآخر، ويسبب الأذى الجسدي والنفسي للمرأة. بينما تعد وسائل التواصل الاجتماعي واحدة من حاضنات العنف المسلط على المرأة، وحسب مختصين من الضروري اليوم تشريع قانون العنف الأسري للحد من هذه المشكلة، وعلى الجميع السعي للتخلص من هذه الظاهرة والتعامل بود ورحمة بين جميع أفراد المجتمع والأسرة. إذن مشاهدينا الأكارم، طبعا بعد ما رجعنا من التقرير، ظاهرة العنف ضد المرأة هي تعتبر ظاهرة عالمية، ظاهرة موجودة بكل المجتمعات طبعا وتحديدا المجتمعات العربية، تعتبر أحد أكثر الانتهاكات انتشارا، وهي موجودة بصورة غير طبيعية في العراق، لأن هناك أرقام مهولة بما يخص العنف ضد المرأة. طبعا للعنف أنواع، وأكثر الأنواع انتشارا هو العنف اللفظي والعنف الجسدي، وهذا يكون بسبب أن المرأة مثلا ما تقبل بالطلبات اللي ممكن يطلبها الأب أو الزوج، أنه مثلا هي تريد تكمل تعليمها ما يقبل الأب، أو أنه هي تريد يعني أو يجبرها على الزواج وهي ما تحب أنه هي تتزوج، أو ببالها طموحات أنه هي تعمل وتكمل دراسة، وتفاصيل كثيرة راح نناقشها تباعا. طبعا نتحدث عن أكثر فئة معرضة للعنف، هي الزوجة تتعرض للعنف من قبل زوجها، باعتبار أنه هو أنه متسلط عليها، وهو يحتاج إلى تفاصيل كثيرة بما يمارس الرجولة، وتعتبر هذا نوع من الرجولة عند بعض الرجال. حلقتنا مخصصة لبعض الرجال الذين يمارسون العنف بطريقة جدا وحشية، بالتالي تتعرض الزوجة للإهانة، تتعرض للسب، تتعرض إلى الضرب أحيانا، الحبس، وبالتالي هذه الحالة ستولد لدى الزوجة حالة يعني الاكتئاب، ممكن تكون عندها حالة يعني تسبب لها حالة نفسية، ممكن تؤدي في عند البعض طبعا إلى الانتحار، وهذا بسبب الضغط الممارس عليها، وبالتالي هذه الحالة ستولد أنه تكون امرأة قاسية. هنا يعني وجدنا حالات كثيرة وعديدة على مواقع التواصل الاجتماعي أن هناك زوجات قامت بقتل زوجها أو سببت لعاهة جسدية، بالتالي هذا بسبب الضغط اللي يكون عليها. إذا جينا حكينا عن ليش انه مثلا الزوج ممكن انه يمارس هذا الضغط او تتعرض المرأة للضرب، نشوف انه الرجل انه معرض الى حالات كثيرة بالضغط في العمل، كيفية انه هو يأمن معيشة البيت، شلون يأمن احتياجات عائلته، بالتالي هذا الضغط كله اللي يشاهده في خارج البيت راح يقدر انه هو من يجي البيت، اذا في حالة انه المرأة ما حاولت انه هي تمتز غضبه راح يحاول انه هو هذا الضغط كله يظهر في البيت سواء زوجته أو الأطفال، بالتالي هي معادلة تحتاج إلى عناية، تحتاج أن تكون هناك يعني ركوز، يكون هناك حوار، بالتالي راح نحل هذه المشكلة. طبعا مشكلة أخرى أن بعض الرجال يمارسون صفة الرجولة باعتبار أنا رجال وأنا القائم بالبيت، بالتالي من حقي أنه أنا أضرب زوجتي أو من حقي أنه أنا أهينها، باعتبار أنه هذه الحالة ستعامل المرأة أو ستقوم من المرأة، بالتالي تعتبر نوع من أنواع التربية، ها بالتالي أنه هي حتى تكون امرأة صالحة، لكن الامرأة الصالحة لا تتعامل أو مين صرنا نحن نعاملها بالضرب أو الإهانة.
طبعا السؤال هنا، ما هي الأسباب الحقيقية التي تؤدي إلى ارتفاع أرقام العنف ضد المرأة وكيفية الحد منها؟ هذا السؤال جاوبنا عليه اللواء الحقوقي علي محمد سالم، هو مدير مديرية حماية الأسرة والطفل. تعالوا نشوف شنو جاوب وراجعين لكم. لاحظنا زيادة حالات العنف الأسري للأعوام السابقة ولحد الآن لغاية 2022 بسبب ظروف اقتصادية واجتماعية والإلكترونية والكحول والمخدرات، والناحية الاقتصادية أيضا، وأنواع العنف الأسري هو الاعتداءات الجسدية والجنسية واللفظي والفكري والاقتصادي، وأكثر هذه الحالات هو قيام الزوج بالاعتداء على الزوجة، حيث بلغ أكثر من 59% من الدعاوى المسجلة في أقسام حماية الأسرة المنتشرة في بغداد والمحافظات. هناك سبب بسبب تفكك الأسرة، ألعاب الكترونية، سوء استخدام الإنترنت مثل ما بينا، الكحول والمخدرات، كلها أدت إلى تفكيك هذه الأسرة وتحدث مشاكل عائلية فيما بينهم تؤدي إلى التفريق القضائي ومن ثم إقامة دعاوى ضد الشخص الذي يقوم بالتعنيف. لدينا أيضا خط ساخن المرقم 139 الخاص بهذه المديرية، ونقوم باستقبال شكاوى المواطنين وعلى مدار 24 ساعة ببغداد والمحافظات، والتحفظ بسرية المتصل، ومن ثم نقوم بإلقاء القبض على الشخص الذي يقوم بالتعنيف إذا كانت الأمرأة أو الأطفال محجوزين داخل الدار ولا يستطيعون الخروج لغرض البلاغ. الحد من هذه الحالات أيضا، قامت شعبة العلاقات والإعلام في مديرية حماية الأسرة والطفل بإجراء العديد من حملات التوعوية للكثير من النساء وخاصة المجتمع في المدارس والمعاهد والجامعات والكليات، واختارين الفئة اللي هم الشريحة اللي هم الأحداث اللي هم في المرحلة المتوسطة والإعدادية وحتى في المستشفيات والمستوصفات الصحية هي للإبلاغ عن حالات العنف، وإلقاء المحاضرات على الطلبة والكادر الطبي أيضا في حالات الإبلاغ عن الجرائم التي تقع الجسدية والجنسية عند حضور المعنفين إلى المستشفى لغرض تلقي العلاج. لا على سوى الطبيب الخفر أو المقيم أن يتصل بالخط الساخن لإبلاغ مديرية حماية الأسرة والطفل أو أقسامها بوجود حالة عنف، ونقوم بسرعة الحضور إلى المستشفى وإلقاء القبض والتحفظ على الضحية لإكمال الإجراءات القانونية. إذن مشاهدينا الأكارم، الفئة الأخرى التي تكون معرضة للعنف هي فئة البنات اللي يتعرضون للعنف من قبل الأب. كثير من الآباء يعرضون بناتهم للعنف وبالتالي يمارسون العنف ضدهم بسبب يعني أسباب جدا بسيطة، ممكن إنه هي الفتاة تريد تكمل دراستها والأب يجبرها إنه هي تترك الدراسة باعتبار إنه هي الدراسة راح تأثر على مستقبلها وحياتها بما يخص إنه مثلا الكلية تحتوي على شباب. طبعا هاي عقلية بعض الرجال وبعض الآباء اللي يتصورون إنه بإنه حبس الفتاة داخل البيت هو راح يحافظ عليها، يحافظ على كيانها، يحافظ على مستقبلها، متناسين إنه هذه الحالة ممكن تسبب للفتاة عقد نفسية، بالتالي هذه العقد راح تأثر مستقبلا على حياتها، ممكن عندما تتزوج، ممكن ويا أولادها، وتفاصيل كثيرة. ممكن هذه الفتاة في حالة رفضت إنه طلبات الأب مو فقط الدراسة، ممكن تريد تشتغل، ممكن تريد يعني إنه هي ترفض الزواج من قبل إنه الأب يختار لها زوج إنه ممكن يكون أكبر من عندها، فهذه تفاصيل كثيرة. مو دا في حالة إنه رفضت الفتاة طلب الأب هنا مشكلة كبيرة، تتعرض للضرب، ممكن للحبس، يعني تفاصيل كثيرة. هنا المشكلة وين؟ المشكلة في حالة الأم حاولت إنه هي تنقذ بنتها ما تقدر، ليش؟ لأن ممكن أيضا يمارس العنف ضدها، وهذه طبعا من ضمن البيت والحالة الأسرية إنه هي حالة تباع. إحنا تحدثنا عن العنف اللي تتعرض له الزوجة، بالتالي أكيد راح تتعرض البنت أيضا للعنف، هي عملية متواصلة وحلقة متواصلة مع بعضها. فهنا نحتاج إنه الأب يحاول إنه هو يمتص غضبه بالتالي حتى يحاول انه ينتج اسره سليمه. هذه كلها بسبب شنو؟ بسبب الصوره النمطيه المغلوطه للسلطه الابويه، باعتبار انه الاب من حقه يمارس هذه السلطه. السلطه هي انه فعلا الاب
إلى حق إنه يخاف على بنته، يحاول إنه هو يظهرها بأحسن صورة، لكن مو بهذه الصورة الخاطئة إنه لا أنا أحبسها وأمنعها من كل شيء. هنا نحتاج إنه تكون هناك أسلوب الحوار، بالتالي التفاهم راح نحل مشاكل كثيرة. أقنعها وتقنعني حتى نقضي على مشكلة العنف. طبعا دور منظمات المجتمع المدني كان حاضر بكل الحالات التي تتعرض وكل الحالات اللي تعرضت للتعنيف، وكان لها دور في النقاشات وندوات وكثير من التفاصيل. لهذا راح تجاوبنا الدكتورة ندى الجبوري، وهي رئيسة منظمة المرأة والمستقبل العراقية. تعالوا نشوف شنو رأيها وما هي الحالات اللي تعرفت عليها وبالتالي كيفية الحد من عدها. تعالوا نشوف الجواب وراجعين. ساهمت منظمات المجتمع المدني الفاعلة بالعمل مع المؤسسات الحكومية ومع دائرة تمكين المرأة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومع الجهات الأممية التي تعمل بهذه القرارات الأممية، ومنها قرار مجلس الأمن 1325، ومنها اتفاقية الحد من كافة أشكال التمييز والعنف ضد المرأة. ساهمت أيضا بتفعيل الاستراتيجيات وكتابة تقارير الظل والاستراتيجيات التي تخص العنف المبني على النوع الاجتماعي. منظمات المجتمع المدني كانت هي المنابر في مراكزها القانونية التي استطاعت هذه المراكز أن تفتح أبوابها عبر محاميات ومحامين متدربين وباحثات نفسيات، وخاصة بعد تحرير المناطق من داعش، من رصد وبرمجة هذه الحالات المعنفة وأخذها إلى بر الأمان وإدارة الحالة في المحاكم وفي المستشفيات وتصحيح الوضع والوثائق الرسمية المطلوبة. كذلك ساهمت في منظومات الإنذار المبكر التي كانت في أكثر محافظات من أجل رصد حالات أيضا العنف، يعني العنف والتطرف المبكر، من أجل منع الأفكار التشددية في كل المناطق. ساهمت أيضا المنظمات في تفعيل التمكين الاقتصادي، وهذا هو ما حصل بفتح دورات وورش عمل، مئات بل قد تكون ألوف الدورات في كل محافظات العراق، من أجل تمكين المرأة بإيجاد فرص عمل وقروض ميسرة وتنمية كذلك المجال الإلكتروني وتدريبهم على تمكينهم وتسويق منتجاتهم، وكذلك استخدام الطرق الرقمية، وهي مفاهيم جديدة بالنسبة للمرأة الريفية أو المرأة التي لم تحصل على تعليمها. كما ساهمت في العمل داخل مخيمات النزوح وفي السجون وفي كل مكان، وساهمت مع مجلس النواب العراقي ومع اللجان المعنية في وضع أسس لأي مشروع قانون يحد من العنف، ومنها ساهمت في حملات المناصرة والمدافعة عن المرأة والفتاة العراقية. كما كان لها دور كبير أيضا أثناء جائحة كوفيد، وهي تعتبر جائحة طارئة يعني صار بها ازدياد في العنف المبني على النوع الاجتماعي، مع وضع التمكين يعني وضع الوضع الاقتصادي إلى المرأة العاملة والغير عاملة، وخاصة الأرملة والمطلقة وغيرها من الفئات الهشة. تعتبر يعني كل المنظمات عملت ضمن قرار مجلس الأمن 1325 في الركائز المهمة في الحماية والوقاية والمشاركة، ساهمت في الخطة الوطنية الأولى وفي الخطة الوطنية الثانية لقرار مجلس الأمن، وما زالت هي فاعلة في هذا المجال. يعني أنا أستطيع أن أقول أن المنظمات بها تخصصات مختلفة، لكن المنظمات النسوية هي من أبلت بلاء حسنا في أن تصنع يعني تعمل على البحوث وتعد البحوث مع كل دوائر العنف الأسري، مع دوائر الشرطة المجتمعية، وهناك حالة من التوازن في هذه العلاقة، وهي علاقة يعني علاقة عمل مستمرة مع
كل دوائر تمكين المرأة في كل وزارات، مع وزارة التخطيط، مع وزارة الداخلية، ولها إسهامات كبيرة. كل حملات المناصرة والمدافعة قامت بها منظمات المجتمع المدني، بل أكثر من هذا، رفعت الوعي عند كل الكوادر النسوية في كل مؤسساتنا الحكومية. ونسعى أيضا أن نكون هناك في المستقبل القريب، أن يكون هناك دور أكبر للمشاركة السياسية للمرأة، ليس فقط عبر أن تكون ربع مجلس النواب العراقي، وإنما أيضا في كل مفاصل الدولة وفي السلطة التنفيذية وفي سلطة القضاء وفي كل مكان. دائما كانت لها دور كبير، وهي الأم الحاضنة لكل قضايا المرأة في العراق وفي المنطقة العربية كلها. إذن مشاهدينا الأكارم، نتحدث عن الفئة الأخرى وهي فئة تسلط الأبناء الذكور على خواتهم. وهذا من إجى؟ إجى من أنه هذا الشاب شاف أنه أبوه يمارس العنف ضد أمه أو يمارس العنف ضد أخته، بالتالي تكونت عنده صورة أنه هذه الحالة هي حالة طبيعية، وهذه الحالة ستحاول أنه هي تربي الفتاة أو أنه هو يمارس سلطته بصورة طبيعية وما على أي عذر. بالتالي هاي سببت حالات كثيرة، وموجودة هذه الحالات يعني بمجتمعنا عند البعض. أرجع وأقول حلقتنا هي مخصصة عن بعض الرجال. هذه الحالة بسبب العادات المتوارثة من الأسرة، بسبب العقلية اللي تكونت عند الشاب إنه المرأة ما إلها دور إنه هي تناقش، ما إلها دور إنه هي تبدي رأيها، ما إلها دور في الدراسة في العمل، ما إلها دور بكل شيء، إنه الرجل هو اللي قرر شنو حياتها، شنو مصيرها اللي راح يكون. هنا ممكن الشاب أيضا يمارس العنف ضد أمه، وهذه صورة يعني حقيقة موجودة بمجتمعنا. فالأسباب شنية؟ الأسباب أنه بسبب أنه أنا رجل، بالتالي أكو مصطلح متداول عند بعض الشباب وعند بعض الرجال اللي هو الرجال قوامون على النساء. ومفهوم القوامة هو عند البعض مفهوم خاطئ، باعتبار أنه أنا قوام أو قوامون على النساء أنه أنا من حقي مارس سلطتي عليها، من حقي أضربها، من حقي أحبسها، من حقي أهينها، من حقي تفاصيل كثيرة. لكن القوامة ليس بهذا المفهوم. القوامة هي معناها الاهتمام، الرعاية، الإنفاق على المرأة وتلبية طلباتها، بالتالي هو هذا مفهومها. طبعا المشاكل الأخرى الكثيرة اللي تتعرضها الأخت، إنه أنا مثلا إذا أريد أشتغل لا ما يصير، أصدقاء إيش يقولون، بيت عمي إيش يقولون، شلون أنا أخلي أختي تنزل للشارع، شلون أخلي أختي تشتغل بكذا عمل، أختي شلون. وهذه الرؤية الخاطئة الموجودة عند البعض. فإحنا هنا نحتاج إلى توعية أكثر، نحتاج إلى فهم أكثر، نحتاج أن تكون هناك ثقة بين الفتاة وبين الأخ وبين الأم. تحاول الأم أنه هي تحتوي أسرتها، وتحاول عندما يمارس عليها العنف توضح لأولادها أنه هذه الحالة خاطئة، هذه الممارسة هي مجحفة بحقها وبحق أختها، بالتالي أنه حتى تكون لهم الصورة الصحيحة. هنا بعض المصطلحات تكون في القرآن يقول لك أنه هذا الموجود، أنه من حق أضربها، من حق أنه أنا رجال قوامون على النساء، موجود هذا بالقرآن ومذكورة. لكن نحتاج إلى الرعاية، نحتاج إلى توعية وتثقيف، نحتاج إلى فهم بعض المصطلحات بصورة صحيحة. إذن فلا بد أن نسأل ديننا الإسلامي، هل فعلا هذه المصطلحات تعني بالضرب وتعني بأن التسلط؟ طبعا رأي ديننا الإسلامي موجود وكان حاضر بحلقتنا لهذا اليوم، وأكيد جاوبنا على هذا السؤال الشيخ مجيد العقاب. تعالوا نشوف شنو جوابه وراجعيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا يوجد دين أعطى حرية وقيمة واعتبار إلى المرأة مثل ما أعطاها الإسلام، حيث كانت توعد قبل أن جاء الإسلام، ولما جاء الإسلام رفض هذه الممارسة الهمجية الجاهلية وجعل لها شراكة وجعل لها قيمة وجعلها محاطة بهالة من الرعاية ووفر لها الحماية الاجتماعية والنفسية والاقتصادية عندما جعل الزواج منوط بعقد شرعي فيه مهر وفيه وعليه واجبات تترتب خلال المعاشرة. وأما فيما يخص هذه الآية القرآنية الكريمة وقضية الضرب، فالضرب ليس المعنى المتداول بين الناس، إنما الضرب هو الابتعاد، بدلالة أن المفردة جاءت بعد واهجروهن وفي المضاجع، ومن ثم قال واضربوهن أي العزل، ويقال في اللغة ضرب عنقه أي عزل رأسه عن جسده.
وكذلك مثلا ضرب عليهم الحصار أو عليك الحصار، أي العزلة وغيرها من أو هذا ضرب من الخيال أي ليس من الواقع، وهكذا. بالنتيجة عبارة الضرب ليست هي المتداولة شعبويا، إنما لأنه بالمناسبة عبارة الضرب التي اليوم نتداولها باللهجة الدارجة لا يعبر عنها ضرب، يعني إذا تضرب شخص على وجهه يقال صفعه لا يقال ضربه، وإذا برجلك وكزه، وإذا على العين يقال لطمه، وهكذا. فإذا المدلول لابد أن يكون واضحا لمن يحتج بهذه العبارة بأن الضرب هي كأنها معطوفة على العبارة السابقة باعتبار تدرج أو تدرج النص القرآني في عملية تأديب هذه المرأة، الوعظ والهجران وبعدين العزلة الاعتزال. هذا هو النص أو المعنى المراد من هذه الآية والله أعلم، لكن هذا هو الفهم الصحيح لهذه العبارة. يبقى أنه هنالك مرحلة أخيرة، لا أعرف هل هذه المرحلة الآن مطروحة أم لا، يبقى الموضوع موضوع الحكماء وموضوع الطلاق المرحلة الأخيرة، لكن الحديث حول عبارة الضرب وحول هذه المرحلة وليس الاستعباد وليس القيام بممارسة همجية تستدعي لا سمح الله منها الذنب والإثم. إذا مشاهدينا الأكارم، النساء المعرضات للعنف هناك أعداد كثيرة وأعداد كبيرة، بالتالي أنه هي أدت بهن مثل ما ذكرنا إلى الانتحار وبالتالي إلى حالات نفسية وأيضا سببت عاهة جسدية. إذا جينا حكينا بالأرقام، وفق بيانات المفوضية العليا لحقوق الإنسان وطبعا حسب إحصائيات عام 2021 هناك أكثر من 5000 حالة تعنيف ضد النساء، وبالتالي إذا جينا حكينا هل هذا الرقم هو حقيقي؟ هنقول لا، لأن هناك أرقام الرقم يكون أعلى من هذا بكثير، بسبب أنه بعض الحالات وبعض الفئات أنه هي ما تقدر تروح تشتكي على زوجها بسبب أنه من المجتمع، خوفها من زوجها أنه ممكن يحرمها من أطفالها، ممكن يقتلها، خوفها من أهلها أنه ممكن ما يستقبلوها، ممكن يعني نعرف أن الظروف والوضع الاقتصادي هو ما يسمح أنه فتاة أنه هي ترجع لأهلها ومع أطفالها، وتفاصيل كثيرة. بالتالي ايضا هناك بمجتمعنا ما يسمح للفتاه انه هي تشتكي على والدها او اخوها انه هي تعرضت للعنف من قبل الاب او الاخ، بالتالي هذا ما مسموح عندنا. فهناك حالات كثيره هي ما تقدر تروح تشتكي، وبالتالي هي تتعرض الى هذه الحاله وحالات الاكتئاب وتفاصيل كثيره. طبعا المختصون وحسب آرائهم انه يقولون انه القانون العراقي يحتاج الى تغيير، بسبب هناك مادة بالقانون تعطي الحق للزوج انه هو يضرب زوجته بما يخص انه تأديبها او اهانتها وتفاصيل كثيرة. اريد نعرف شنو هذه المادة. نص المادة 41 لرقم 111 لعام 1969 بمادة او بنص، هذا النص يعطي حق الزوج لزوجته انه يضربها. راح نتعرف على هذه المادة بهذا النص الآتي، وبالتالي راح نتعرف من الجهات المختصة انه هل فعلا هذا القانون يحتاج الى تغيير، يحتاج الى انه هو او هو يعطي الحق انه الزوج يمارس هذا العنف ضد زوجته بدون حسيب ولا رقيب، وبالتالي ما هي التفاصيل اكثر عن هذا القانون. راح تجاوبنا عليه اكيد الدكتورة بشرى العبيدي، هي استاذة جامعية وبالتالي كانت عضوة سابقة في المفوضية العليا لحقوق الانسان. شوف جوابها راجعي. وتنص المادة 41 رقم 111 لسنة 1969 من قانون العقوبات العراقي على أنه لا جريمة إذا وقع الفعل أي الضرب استعمالا لحق مقرر بمقتضى القانون، ويعتبر استعمالا للحق تأديب الزوج لزوجته وتأديب الآباء والمعلمين ومن في حكمهم الأولاد القصر في حدود ما هو مقرر شرعا أو قانونا أو عرفا. من الناحية القانونية، المرأة في ظل هذه المادة، المادة 41 اللي تعتبر من أسوأ المواد اللي موجودة في قانون العقوبات، لأنها من حيث المبادئ العامة للقانون هذه المادة تعتبر من أسباب الإباحة، أي إباحة الجريمة، أي أن الشخص الذي يمارس هذا الفعل لا يعد مرتكبا للجريمة وإنما هو حق له. يعني هذا حتى تصنيفها في أسباب الإباحة هي تصنيف
تحت بند استعمال الحق، أي أن اعتبر هذا العنف حق للرجل يستخدمه ضد المرأة وضد الطفل، ولا يعد مرتكبا للجريمة، لأنه بدت هذه المادة عبارة أنه لا جريمة إذا وقع الفعل استعمالا للحق، ويعد استعمالا للحق الفقرة 1 تأديب الزوج زوجته والآباء والمعلمين ومن في حكمهم للأولاد القصر وفق ما هو مقرر قانونا أو شرعا أو عرفا. هذه مادة هي تعطي الحق باستخدام العنف، فبالتالي يعني هذه واحدة نعتبرها من موانع وصول المرأة إلى العدالة، لأنه لما يكون هذا الفعل هو معتبر قانونا حالة استخدام للحق ويعد سببا من أسباب الإباحة، معناته لا تجريم لمرتكب هذا الفعل. البعض الفقهاء يقول أنه هذا العنف اللي مقصود به أو التأديب اللي مقصود به في هذه المادة هو من لا التأديب الذي لا يترك أثرا على الجسم. طيب وماذا عن الأثر النفسي؟ هل نتناسى الأثر النفسي؟ خلي أنطي بعض الأمثلة على أشكال العنف التي لا تترك أثر على الجسد. على سبيل المثال، اعتذر لللفظ، البصق، لما يبصق الرجل على المرأة هذا ما يترك أثر على الجسد، ولكن وين ترك أثره؟ ترك أثره على النفس، لما يوجه إلها كلمات نابية، شتائم، تهديد، سب، عنف لفظي، هذا ما ترك أثر على الجسم ولكن تركه في داخل النفس. لما يحبسها أو يمنع عنها المصروف أو يمنع عنها الطعام أو يمنع عنها أموالها أو يستولي على أموالها أو يحبسها في غرفة أو يهملها تماما كأنه لا وجود لها، هذا ما ترك عنف على جسمها ولكن ترك عنف على نفسها. فبالتالي مثل هذا التبرير الغير المبرر لمسألة التأديب هو مرفوض، لأنه هناك تغييب كامل لمعنى الأثر النفسي والعنف النفسي. وبالتالي المفروض هذه الفقرة من هذه المادة تلغى. جيد أنه وجدنا في مشروع قانون العقوبات العراق الجديد الذي تم كتابته في مجلس القضاء الأعلى والآن موجود في أروقة مجلس النواب بعد أن أرسل إلى من رئاسة الجمهورية، وجدنا أن هذه الفقرة محذوفة من المادة 41. هذه مبادرة جيدة. السؤال مو هنا، السؤال أنه هل سيوافق مجلس النواب على تمرير مشروع قانون العقوبات العراق الجديد وهو خالي من هذه الفقرة؟ أنا أشك بهذا الموضوع، لأنه هم أصلا صار هذه الدورة الخامسة، الدورة التشريعية الخامسة اللي إحنا نحاول نضغط بشدة على تمرير قانون مناهضة العنف الأسري أو الحماية من العنف الأسري، ويرفضون تمرير هذا القانون لأنه يمنع من ممارسة العنف ضد المرأة. يرفضونه لأنه من وجهة نظرهم أنه المرأة تحتاج إلى تأديب، أنه المرأة لابد من على قولتهم العين الحمراء حتى تتربى حتى تتأدب، أنه لابد من الضغط عليها، لابد من أنه تبقى تحت سلطان وهيمنة الرجل، لأنه ما يريد للمرأة أن تستقوي. العلاقة الأسرية ما بيها استقواء، يعني علاقتنا المجتمعية الإنسانية الأسرية ما بيها شيء اسمه منو أقوى من منو. إحنا ما عايشين بغابة، إحنا عايشين في مجتمعات يفترض أن تكون هذه المجتمعات متحضرة، والمجتمعات المتحضرة ليس فيها من هو أقوى من من، مو علاقات قوة. المجتمعات المتحضرة هي قائمة على علاقات الشراكة والعمل والاستكمال الواحد للآخر والتعاون وإلى آخره، ما بها مفهوم الاستقواء. وبالتالي يعني حقيقة وضع المرأة في ظل هذه المادة وضع مزري جدا، والنتيجة اللي دا نشوفها أمامنا كثير من حالات العنف دا ترتكب ضد المرأة ويفلت الجاني من العقاب. مجتمعنا مجتمع ذكوري، مجلس النواب ذو فكر ذكوري، إدارة الدولة تدار بفكر ذكوري، حتى مجلس القضاء الأعلى مع كل احترامي وجل احترامي له، الكثير من القضاة يحملون فكر ذكوري مخيف. وبالتالي دائما التفسيرات، دائما التبريرات، دائما الأحكام تذهب باتجاه
تبرير العنف الممارس. حتى مراكز الشرطة لما إذا تجرأت المرأة ووصلت إلى مركز الشرطة للشكوى من العنف اللي يلحقها، ما راح تلقي أذن صاغية من 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 دول من دول الأشخاص اللي قائمين على تنفيذ الإجراءات القانونية، ما راح تلقي أذن صاغية من عندهم. ما عدا إحنا عندنا نوعا ما الشرطة المجتمعية لا بأس بها، شرطة حماية الأسرة والطفل أيضا نوعا ما لا بأس بها، ولكن يبقى هذا الفكر الذكوري اللي مسيطر على المجتمع العراقي، هو السائد هو الحاكم، والفكر العشائري والفكر اللي يقوم على تبرير ممارسة العنف، ممارسة الخيانة من الرجل، ممارسة الإهمال للمرأة، دائما هو القائم. فبالتالي نحتاج إلى ثورة مجتمعية، ثورة فكرية، إعادة النظر بهذه القوانين، تدريب القضاة والقائمين على تنفيذ وتطبيق القانون، تدريبهم على آليات التعامل مع قضايا العنف القائمة على النوع الاجتماعي. طبعا من الأساليب أو من الأمور اللي أدت إلى تصاعد وتيرة العنف طبعا هو موضوع مواقع التواصل الاجتماعي، موضوع السوشيال ميديا، لأن هناك شخصيات وهناك يعني حالات كثيرة تؤدي إلى إظهار صورة خاطئة عن المرأة وعن الشاب، بالتالي أثرت على حياتهم وأثرت على مستقبلهم. هنا الموضوع نحتاج إلى رعاية وفهم للحالة، باعتبار أنه بعض الحالات وبعض الشخصيات يكون أنه استخدامها يكون خاطئ لهذه المواقع، بالتالي أثرت على حياة الأسرة العراقية. هناك فتيات كثيرة منعت من استخدام الموبايل، منعت من الطلعة، منعت من ممارسة حقها في الحياة. فهنا نحتاج إلى توعية. لهذا أنه إذا جينا قارنا هذا الموضوع مع بقية دول العالم، نقول أنه هذا الموضوع موجود بكل دول العالم وبالتالي يحتاج إلى توعية. فعلى أساس هذا الموضوع وضعت الأمم المتحدة يوم 25 تشرين الثاني وإلى 10 كانون الأول، تكون هذه الأيام هي مخصصة لموضوع أنه التوعية والقضاء على العنف ضد المرأة. فهذه الأيام تكون مستمرة أو عددها هي 16 يوم، ويكون اللون البرتقالي يكون طاغي على هذه الأيام لإيقاف هذا النزيف. هنا الموضوع محتاجين أنه يكون المجتمع يتغذى على أسلوب الحوار والتفاهم، على أسلوب الحياة العصرية يليق بموضوع الحياة العصرية الموجود بها الآن، يليق بهذا الانفتاح، بانفتاح بما يخص الانفتاح يكون بصورة صحيحة وليس بصورة خاطئة. نتجرد من بعض المفاهيم والأساليب تكون هي أساليب بالمجتمعات في السابق وفي عصر الجاهلية، نحتاج إلى أنه نمتنع أو نتجرد من موضوع الضرب، نتجرد من موضوع السب، نتجرد من أنه انتقاص أو ننتقص من حق المرأة، نحتاج إلى توعية أكثر. لهذا الدين الإسلامي يوصي بحسن التعامل، بالتالي كان رأي مجتمعنا ورأي مواطنينا حاضر بحلقتنا لهذا اليوم. تعالوا نشوف آرائهم بموضوع العنف ضد المرأة، شنو اللي نحتاجه حتى نحسن من هذه الظاهرة أو نقلل من نسب حدوثها. تعالوا نشوف الاستطلاع وراجعكم. العنف بالعراق أو العنف بصورة عامة، يعني كل الله سبحانه عز وجل أنزل رسالات السماوية كل أديان أنه أنطى حق المرأة، هذا الحق للمرأة، لازم بصورة أو بأخرى لازم المجتمع يحترم المرأة كإنسان، كشريك بالحياة، كإنسان هي زوجة وهي أخت وهي أم وهي بنت وهي كل شيء في ظروف حياتنا كلها، أو زميلة جامعة أو زميلة في دائرة معينة ما. فإحنا هذا الشيء مو صحيح ولا إنه قربي إطلاقا. زين، هذا العنف يولد حالات أخرى، حالات انتحار، حالات رد فعل، حالات وهي أمور سعدنا. زين، فهذا الحكي احنا ما نقبل به ولا نقر العنف ضد المرأة، وعلى الدوائر يعني على الدولة قانون اكثر بعد عنف ضد كل انسان، كان زوج او اب او اخ ضد اي مرأة بصورة الا مو كان اكو شيء، يعني حق انه شيء اكو كل فعل رد فعل او كل اساءة لازم تعاقبها بفعل حازم، ولكن مو على كل الاحوال. اول قدم الحالات الانسانية، حالات النصيحة، حالات التوجيه، إذا ما صح الإنسان إذا بيجي حالة مرحلة معينة أنا راح أقول له أنت الشيء هذا إخلال بنفس شخصيتي وإخلال باسمي وإخلال بوضعي، لازم أنت تنحل طريق ثاني، إنه يا إنه تنتبه لنفسك و
وتحترم نفسك كزوجة أو كأخوت أو كبنت تمشي بإطار عرفنا العشائري أو عرفنا المجتمعي الموجود بالعراق أو الديني كذلك الدين أهم شيء الدين هو. ولكن إحنا ذا في الحالات كلها هاي مترهم الأم مصر الأمور نقول يا بنت هذا لازم أكو في إجراء ضدك الشخص معين هذا الإجراء لازم. أما العنف بصورة أو بأخرى أنا أرفض لفظ قاطع طبعاً. هذا إنسانية المفروض فوق كل شيء. أنا هذا إنسان شخص كان بنتي صديق أنا أبوها أو أختي أنا أخوتها أخوها الكبير وهذا المفروض أنا عامل خل الحالة الإنسانية وحالة الطيبة بالتعامل معها يعني مو إنه أتعدل أروح أضرب وهذا الحالة إحنا المقتلة مال العرف العشائر أو العرف اللي لازم الأب يأخذ على طب أبوه هذا الشيء قديم قبل كانت الناس جهل بالوضع ما قد طلع بالهذا الآن وسائل الإعلام وتعارف ذا أكثر من لازم قنوات هواي عندنا وتعرف وعدنا هواي امور عرب تعريفيه ترى بدي اصير يومي احنا هسه انا عندي محامين اصدقائي هناك يقولوا صرفنا سوالف يعني عقد من قبل بيه يقول عمله شوف حاله تجي يومي شوف انا دول اول يشتغلوا وين المحكمه وين الحاكم وين القاضي جو القاضي يعني سوالف يعني بدي يعني عقلك والله ميوك لان اعداد حلو هواي اعداد حلو هواي اصلا ابو وكذلك هم المره هم عند مو قص يعني هسه الصوت يعني نذب في اطار الجو الرجل لا المره هم بيها صوت وبيها اذيه على نفسها وزوجها واطفالها زين انا اعرف هسه حالات طلاق صارت المره هي تبلي يا انا ايش بيها ما بيش انا هيك هاوي اقطعنا هذا مو صحيح. الحل الوحيد تحاول الان احنا العالم الحال بدي الحاله الاجتماعيه بالبلد هسه الان اكو ضغوط نفسيه واكو ضغوط في كل مجالات الحياه فهذه الضغوط هذا الانسان الواعي الانسان المتمرس لازم ياخذها بنظر الاعتبار يخليه على كيف الشخص هذا من يجي من فعل او ما مرتاح انا مو حكم ساعه وانفعل وارد رد فعل هذا شيء مو صحيح لازم انطي حالته النفسيه اشوف شنو انا طبيعتي احسن من طبيعته يكون احسن من يمه عامل اعضاء التعامل هذا زين واسال الله انه سبحانه وتعالى يخلي الرحم بقلوبنا وبقلوب المجتمع ونصير ان شاء الله نحو مجتمعات افضل سواء الغربيه ومجتمعات افضل. يعني اسباب عديده فيما يخص هذا الموضوع لكن نحن دائما ننوه على التفاهم والحوار خصوصا بين العوائل هاي نقطه. النقطه الثانيه دائما نقول احنا نطالب بالقانون قانون العنف الاسري اللي هو يحافظ على المراه يحافظ على حقوقها بالاضافه الى ان المراه لها حقوق وعليها حقوق فهاي كلها يصب بمصلحه العائله ومصلحه نقدر نقول التفاهم بين الاسره فاحنا قدر الامكان دائما ننوه ونطالب انه لازم يكون تفاهم بين الرجل والمراه لازم الرجل يعني قبل كل شيء هو الرجل يكون هو دائما هو اللي اكثر نقول احنا فهم العائلته لانه هو قائد البيت رب الاسره فينبغي عليه انه يكون اكثر تحضر واكثر حمايه لزوجته والبنته والاخته والامه لا هو نرجع انه اللي ذكرتش قبل قليل المراه لها حقوق وعليها حقوق الرجل ايضا لها حقوق وعليها حقوق ف يعني كثير من الامور متساوين هم الرجال والنساء لكن نقدر احنا نقول اذا صار تفاهم بين الرجل والمراه فما راح يصير اي خلاف ولا هاي الجمله اللي تنقال دائما نسمعها من قبل الرجال قوامون عن النساء ودائما ايضا اكو مقولات تقول النساء اولا ف يعني مو شرط بالضبط فماكو هيك قاعده يعني هي مو قاعده اساسيه اذا كان اكو تفاهم عندنا بالعراق المراه مضطهده يعني زين يعني ما لها كل حقوق ما لها يعني خاصه اكو عندنا قسم من الرياجيل يعني ما معطين اي فرصه لابنائهم او زوجاتهم حتى تبدي رايها يعني زين فبيصير هيك يعني مثلا طالبه كليه قبلت فلان كليه الاب ما يخليها تداوم ليش والله شنو الكليه بيها شباب فما يصير هيك يعني لازم احنا شوي يعني توعون زين على مود حتى المجتمع افضل وهاي شغلة إنه مثلا الضرب أو الإهانة أو شيء بأي وقت يعني أنا شايفة مكانات الرجل بأي مكان حتى عام يهين المرأة ويضربها زين أو يغلط عليها قدام الناس. صراحة موضوع العنف ضد المرأة يعني هسه حاليا في نقول في المجتمع العراقي لربما مو بالهالة اللي يتصورها البعض ومو بالهالة اللي حاليا هي موجودة عبر منصات التواصل الاجتماعي. برأيي الخاص هناك قوانين عراقية قوانين نافذة هي من صالح المرأة ضد الرجل وأنا برأيي الخاص أنه لابد أن يعاد النظر بها يعاد النظر بها من خلال أنه سحب بين الرجل وبين حقوق المرأة عفوا وبين حقوق الرجل
يعني مثل ما المرأة لها حقوق لابد أكون الرجل هم لها حقوق. المرأة شئنا وأبينا هي مقبولة اجتماعياً أكثر من الرجل. يعني إحنا بالنسبة لنا لربما أي دائرة معينة إذا أدخل أنا وحضرتك لربما تتوجب المرأة يعني عاداتنا وتقاليدنا الاجتماعية هي تحكم إنه لابد إنه تكون المرأة تتقدم على الرجل. زين؟ وهذا طبعا مو فشي سلبي وبالعكس هذا فشي ايجابي، يعني احنا بالتالي احنا عاداتنا وتقاليدنا هي نابعه من معتقداتنا ودياناتنا. ولكن هذا الامر لربما اخذ ابعاد اخرى، وحتى هناك حاليا بعض الدوائر وبعض المؤسسات تنافست المراه والرجل. ولكن بقى الرجل هو المسؤول الوحيد عن العائله. اي فهذا ما يسبب مشكله حاليا بسبب مشكلة في عملية التوازن داخل الأسرة بين المرأة والرجل. ولكن هذا يعني أنه إحنا هذا بهذا رأيي الشخصي أقول لك أنه لابد أنه يعني نبطل الأحقية أنه الرجل يكون متسلط، لا ما ترهم. أنا أشوف أنه لابد أن يكون توازن بين المرأة والرجل في سبيل أنه تمشي العائلة. لابد من وجود يعني أسلوب الحوار والتفاهم بين المرأة والرجل. لابد أن تنبني أي أسرة تنبني على قاعدة. هذه القاعدة أساسها التوازن بين حقوقي وحقوق زوجتي. إذا أنا بالنسبة لي أتفهم حقوق زوجتي وزوجتي تتفهم حقوقي، فبالتالي راح نكون أسرة سليمة نفسياً. طبعاً هاي أهم نقطة. إذا كوننا أسرة سليمة نفسياً بالتالي راح تكون المجتمع سليم نفسياً. صراحة أنا أوجه رسائل لكل الأزواج أنه إحنا أنا بالنسبة لي سبق أن قلت لك أنه لابد أنه أنا أتفهم حقوق زوجتي والزوجة. طبعاً هذا مو فشي مثالي، يعني إحنا مو عندنا أحكي فشي هو عالم المثل أو فشي مو موجود على أرض الواقع. لابد أن يكون هناك قاعدة يستند عليها العلاقة الزوجية بين المرأة والرجل. طبعاً أنا أحكي عن العلاقات السليمة مو العلاقات الغير سليمة. فإذا بنت هذه القاعدة الرصينة بأنه من خلال التفاهم، طبعاً لابد أن يكون وجود تفهم عقلي وأيضاً تفهم عاطفي، يعني تتوازن العقل والعاطفة حتى أبني هاي القاعدة. إذا أنا فهمت حقوق زوجتي شو تريد، وزوجتي بالتالي هي زوجي هو شو يريد. زين يعني بشوف ما راح تصير مشاكل، مو المشاكل توصل الى حالات الطلاق اللي هسه حاليا صراحه يعني نشوف النسب مخيفه داخل المحاكم العراقيه بارتفاع حالات الطلاق الموجوده يعني هنا بالعراق. اذا احبتي المشاهدين، قبل ما نختم حلقتنا لهذا اليوم يجب ان نركز على بعض النقاط. اولا تشريع قانون العنف الاسري، وهذا القانون راح يحل مشاكل كثيره وبالتالي راح يحد من القسوه التي يتمتع بها بعض الرجال. ثانيا يجب ان نهتم بتعليم المراه كما نهتم بتعليم الرجل، والام هي المسؤوله الوحيده عن تربيه الاولاد، ومثل ما تربي للولد او تربيه جسديا يجب ان تربيه فكريا وعقليا وعاطفيا، وبالتالي تكون هذه التربيه قائمه على الاحترام واحترام المراه على وجه الخصوص. ثالثا المراه شخصيه مستقله وليست تابعه للرجل، طبعا ضمن الحدود، لها حق في الحياة، إلها حق في إبداء رأيها، إلها حق في اختيار شريك حياتها، وإلها حق في التعليم وفي العمل. وأخيرا المرأة هي ليست نصف المجتمع، وإنما المجتمع بأكمله باعتبار أنه هي التي تنجب النصف الآخر. إذن فرفقا بالقوارب. مشاهدينا الكرام، وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم، ألتقيكم الأسبوع المقبل بحلقة جديدة من برنامج ليش لا. إلى اللقاء.